السلام عليكم ان شاء الله النهاردة دي اول محاضرة في الريسبيراتري سيستم هنبتدي نوصف عملية الريسبيريشن ايه هي الريسبيريشن او عملية الريسبيريشن دي معناها ايه قال لي هي عبارة عن تو بروسيسز related to each other ليهم علاقة ببعض الاتنين هم الهدف منهم ايه قال لي الهدف ان انا اوصل الاكسجين من الاكسترنال انفيرمنت للسيل والسيل دي بتعمل ايه قال لي السيل دي بتخرج كربون دايوكسيد نتيجه لاستخدامها الاكسجين في الاكسديشن اوف فود يبقى عايز اعمل ايه عايز اعمل اليمينيشن للكربون دايوكسيد من السيل واخرجه بره جسمي خالص فين في الاكسترنال انفايرمنت طيب يا ترى الكلام هنا في عمليه الريسبيريشن هيبقى ريسبيراتوري سيستم بس لا تبقى غلطان طيب انت هتاخد الاكسجين من الاكسترنال انفايرمنت وتخرج الكربون دايوكسيد ده هنا في اللنج طيب ازاي الاكسجين او الكربون ديوكسيد هنا هتعامل معاه من اللنج لحد السل في مين هنا اللي هو هيبقى الكونكشن ال ال بين الاتنين؟ قال لي السيركيولاتري سيستم ده فور ترانسبورت عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الترانسبورت وانقل الاكسجين من اللنج اوصله للسل واخد السي او 2 من السل اوصلها للنج يبقى هتلاقي هنا ان انا بيشارك معايا الريسبيراتري سيستم والسيركيولاتري سيستم علشان عمليه ايه؟ علشان عملية الريسبيريشن تتم فقال لي الريسبيريشن قلنا انهم تو بروسيسز البروسيس الاولى او اللي بنتكلم عنها هي كلمة ايه قال لي كلمة internal respiration يعني ايه كلمة internal respiration قال لي ممكن نقول عليها كلمة cellular respiration برضو يعني ايه قال لي ده تنفس الخلية يعني ايه الخلية بتتنفس خلية بتتنفس يعني البلاد اللي وصل عند الخلية ادى الخلية ايه قال لي ادى الخلية الاكسجين ونتيجة اللي هو انها خدت اكسجين قامت بعملية الأكسديشن أوف الفود في الميتوكوندريا ونتج عندي السي أو اللي أنا هعمل له إيه؟ هعمله له إليمينيشن وهخرجه بره جسمي. البروسيس دي بتقوم بيها للخلية هل بتقوم بيها علشان اللي هي البرودكشن اوف الانرجي او الاي تي بي في الميتوكوندريا يبقى هي البروسيس دي عمليه تنفس الخليه هي استخدام الاكسجين وانتاج الكربون دايوكسيد دي عمليه الانترنال ريسبيريشن يبقى دي هنا بروسيس تمت في الميتوكوندريا اخذت اكسجين طلعت مصدر الطاقه بتاعي في جسمي اللي هو الاي تي بي نتج عن كده السي او 2 والسي او 2 ده لازم اللي هي الجسم عندي يتخلص منه لو السي او 2 ده في جسمي بيعمل ايه قال لي السي او 2 ده مصدر للاسيد في جسمي الاسيد اللي هسميه كلمه فولاتايل اسيد يعني ايه فولاتايل اسيد اسيد ناتج من الجازز اللي هي السي او 2 اللي اقدر اعمل له اليمينيشن عن طريق ايه عن طريق اللنج الاسيد ده هيغير لي في ايه قال لي هيغير لي في البي اتش بتاع جسمي ده الكلام اللي هناخده في اللي هي اليوروجينيتال ان شاء الله في الموديول اللي هو آه بتاع الكدني فهنا البي اتش دي هتتاثر بمين هتتاثر بال الكربون ديوكسيد فوظيفه اللي هي الريسبيراتوري سيستم الاساسيه ان انت تخرج السي او 2 مش ان انت بس تاخد ايه مش ان انت تاخد الاكسجين طيب قال هنا ده الانترنال ريسبيريشن اللي انتم شفتوه في اكسترنال ريسبيريشن معناه ايه كلمه اكسترنال ريسبيريشن قال لي الاحداث اللي هتوصل الاكسترنال انفايرمنت والسيل ببعض علشان يعملوا اكستشينج للاكسجين والكربون ديوكسيد طيب الاحداث دي بتشمل مين عندي في الطريق؟ قال لي هتشمل ريسبيراتري سيستم سيستم عندي مشاركين. طيب والاحداث دي بتتم في كام خطوه؟ قال لي هتتم في اربع خطوات. ايه هم الاربع خطوات؟ قال لي بص للخطوه نمبر 1، ايه الخطوه نمبر 1؟ قال لي جاست فنتليشن. يعني ايه كلمه فنتليشن؟ قال لي هي فنتليشن او جاز exchange جاز exchange يقصد به الاكسجين والكربون دايوكسيد بين مين ومين؟ قال لي بين الاتموسفير وبين ايه؟ قال لي وبين ال اللنج ان انا اخد من الاتموسفير الاكسجين واخرج الكربون ديوكسيد دي كلمة ventilation ventilation يعني جاست ايه تهوية اللنج ان انت بس عملت ايه رحت واخد اكسجين وخرجت الكربون ديوكسيد طيب الخطوة التانية هتكون ايه؟ قال لي الخطوة التانية بتدي عملية تبادل للجاز دي اللي هي إيه الجاز اكسيتشينج بتوين مين؟ قال لي بتوين اللنج وبتوين البلد هتعمل ايه؟ قال لي هناخد الاكسجين من اللانج يدخل فين؟ في البلد واخرج الكربون دايكسايد من البلد يخرج فين؟ للانج طيب قال لي البروسيس دي هتبقى تكلفني طاقه هتكلفني انرجي محتاجه كارير محتاجه اي حاجه قال لك لا دي سمبل ديفيوجن جاست اكستشينج اوف اللي هي الاكسجين اند الكربون دايوكسيد بتوين الاير اللي موجود في الالفيولاي اوف ذا اند جاست سيمبل diffusion بالكونسنتريشن جريدينت زي ما هعرف بعد كده في المحاضرات ان عندي الاكسجين داخل من الاتموسفير بتركيز عالي اعلى من اللي موجود عندي في البلاد فهينزل بالكونسنتريشن جريدينت والدم اللي راجع من الرايت اتريا مواصل لللنج مليان سي او 2 كتير ده السي او 2 اللي انا واخداه من اللي هي التشو طيب هنا السي او 2 كتير يعدي منين يعدي من البلاد يدخل في اللنج طيب انت عملت الاكس عايز تعمل ايه قال لك اعمل الخطوه الثالثه التوصيل توصل لمين اوصل للتشو يبقى الترانسبورت اوف اكسجين اند كاربون دايوكسيد بتوين اللنج عندي هنا اللنج ونزلت لحد من فين قال لي نزلت لحد اللي هي التشو تحت يبقى عملت عمليه ايه ترانسبورت طيب لما نقلت ترجع تعمل ايه تاني قال لي اعمل نيكست اكس تشينج بس المستوى المره دي على مستوى مين على مستوى اللي هي التشو هنا اعمل اكس تشينج اوف الاكسجين وال كربون dioxide بتوين مين ومين قال لي اللي هي البلد وبتوين التشو طيب خلي بالك شايف البلد هنا لما خرج من اللنج كان ايه قال لي مليان اكسجين كتير تركيز الاكسجين هنا اعلى من تركيزه جوه التشو لان التشو اوريدي عملت ايه استهلكته في عمليه الانترنال ريسبيريشن عمليه الانترنال ريسبيريشن اللي هي استهلاك الاكسجين والبرودكشن اوف co 2 تنفس الخليه ده فبقى مخلي الاكسجين عندها قليل فيبتدي الاكسجين ينزل بايه برضه بالسمبل ديفيوجن جنب جريدينت طيب والكربون ديوكسيد انتاجه عالي هنا يبتدي بالسمبل ديفيوجن يعدي من التشو للبلد يبقى عملت الاكس تشينج اوف اكسجين وكربون ديوكسيد بتوين مين بتوين البلد اند التشو باي سمبل ديفيوجن وكده تبقى اللي هي الستبس اوف اكسترنال ريسبيريشن تمت في كام خطوه تمت في اربع خطوات فنتيليشن جاست اللي هي تهويه اللونج مع الاكسترنال انفايرمنت uh, او الاتموسفير دي اللي هي الخطوه الاولى الخطوه التانية ابتدي اعمل اكس تشينج هنا بتوين اللونج وبتوين بلاد طيب خدت الاكسجين هنا وخدت الجازز بتاعتي ابتدي اعمل لها ايه؟ ترانسبورت وانقلها للتشو، ابتدي اعمل نيكست اكسشينج عشان اوصل الاكسجين من البلاد للتشو، واخد السي او 2 من التشو اخرجه في البلاد، عمليه ان السيل دي او التشو خدت او السيل خدت الاكسجين وعملت برودكشن للسي او 2، الخطوه دي اللي هي بتاعتي بتاعت الانترنال ريسبايريشن، لكن الاربع خطوات دول اللي وصلوا الاكسجين وعملوا اليمينيشن للكربون دايوكسيد من السيل للاتموسفير أربع خطوات دول اللي هم Ventilation, Simple Diffusion، رجعت عملت Transporter، رجعت عملت نيكست Simple Diffusion مرة تانية، The four steps دول اللي هم External A اللي External Respiration. طيب دي ريسبيراتوري فانكشن بتاعتي طب النون ريسبيراتوري فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم هتكون ايه لا دي هتكون في هنا حاجات مهمه جدا بيعملها الريسبيراتوري سيستم اثناء وظيفته ان هو بياخد الاكسجين وبيخرج السي 2 قال لي بص هنا لما خدت اللي هي الاير من الاتموسفير ودخلته لللنج انت ممكن تعمل ايه قال لي ممكن اعمل حاجتين مع بعض ريجوليشن لمين ومين قال لي ريجوليشن للبودي تمبريتشر وريجوليشن للووتر بالانس ازاي قال لي شرط علشان انت تاخد الاير هنا من الاتموسفير وتدخله يتعامل مع اللنج لازم يكون ايه قال لي لازم يكون في درجه حراره التشو جوه دي حاجه تاني حاجه لازم يكون ايه قال لي لازم يكون مويست ما ينفعش يبقى دراي والا يعمل ديستراكشن ليه اللي هي الالفيولاي اللي هنشوف دلوقتي الممبرين بتاعها فيري ثين طيب هتعمل ايه قال لي لو انا واخد اللي هو الاير فيري كولد اير فاثناء مروره في اللي هي الريسبيراتوري تراكت هنا هيبتدي يعمل له ايه هتبتدي ترفع او تعمل وورمنج للكولد اير قبل ما يدخل للانج ويتعامل معاه لو الاير ده انت في بيئه فيري دراي الاير ده دراي ابتدي اخليه مويست باضافه اللي هي الووتر فيبر طب انت هنا اديتني من حراره خد الاير خد من حراره جسمي وخد من الووتر اللي موجود في جسمي لما تيجي تخرجه يبقى انت عملت ايه؟ قال لي عملت لوس للهيت عملت لوس للووتر في صوره ووتر فيبر فهنا ده اللي بيبقى كارول الاثنين مع بعض دول ممكن يعملوا ريجيوليشن للبودي تمبريتشر واللي هي الووتر بالانس قال لي بالاضافه لان بعض بعض الانيمال زي ما مكتوب في كتابنا ممكن بتستخدم الطريقه دي بتاعه البانتينج ان هي اللي هي بتلهث فهنا بتعمل ايه بتعمل اليمينيشن للتمبريتشر بتاعتها لان ما عندهاش اللي هي السويت جلاند يبقى اللي هي سام هيت لوس راح مني شويه هيت اثناء ايه قال لي اثناء الوارمنج للكولد انسبايرد اير طيب انا عملت له ايه خليته مويست ففقدت كميه من الووتر فيبر بتقدر بحوالي اللي هي ال 400 مللي اللي بنفقدهم البانتنج انيمال وذاوت اللي هي سويت جلاند اللي هي ما عندهاش سويت جلاند فبتعمل عمليه البانتينج فبتفقد اللي هي الهيت بتاعتها او اللي هي درجه حرارتها العاليه بتتخلص منها يبقى هنا الريسبيراتوري سيستم اللي هي عمل وظيفه غير الريسبيريشن اللي هي عمل ايه ريجوليشن للتمبريتشر والووتر بالانس <applause> طيب ريسبيراتوري سيستم هيظهر معايا في موديول اليوروجينيتال اخر موديول خالص لما اتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه البي اتش الله تقول لي البي اتش وانا علاقتي ايه الريسبيراتوري سيستم بالبي اتش مش لسه قايله دلوقتي ان عمليه الانترنال ريسبيريشن ان الخليه اخذت اللي هي الاكسجين راحت عملت ايه قالت لي عملت اللي هي السي او 2 طيب السي او 2 ده لو فضل يتراكم عندي في جسمي يعمل ايه قال لي ده مصدر للاسيد في جسمي يبقى هيغير البي اتش بتاعتنا طيب انا بانتظام بعمل ايه؟ بيجي البلاد ياخد اللي السي او 2 ويخرج عن طريق ايه؟ عن طريق اللي الريسبيراتري سيستم بره بعمل له اليمينيشن، يبقى اي تغيير في كميه اللي السي او 2 الموجوده عندي في البلاد هتغير من البي اتش، نشوف هنا لو عملت ايه؟ قال لي لو عملت هايبر فانتليشن يعني ايه هايبر فانتليشن؟ فنتليشن عمليه اللي هي ايه التهويه دي اللي انا قلت عليها الاكستشينج اوف الجازز من الاتموسفير لللنج لو بقت هايبر يعني ورا بعض <applause> ورا بعض بتاخد نفس ورا بعض هايبر <applause> فنتليشن معناه ان انت بتعمل ايه قال لي بعمل لي ووش للسي او 2 بخرج سي او 2 كتير ده معناه ان السي او 2 بقى عندي قليل في جسمي يبقى الهايبر <applause> فنتليشن تعمل ايه قال لي تعمل الكالوسيس الكالوسيس قال لي كميه اللي هي السي او 2 الموجوده عندي قال كميه الاسيد فبقت ايه الكلوسيس. طيب لو عملت العكس قال لي ايه العكس هايبو فنتليشن هايبو قللت الفنتليشن منعت خروج السي 2 من عندي قللت الفنتليشن يبقى السي 2 جوه في جسمي يحصل له ايه قال لي هيزيد السي 2 co 2 ده مصدر لايه قال لي مصدر للاسيد في جسمي يبقى هيحصل ايه هيحصل اسيدوزيس يبقى الريجوليشن اوف بلاد بي اتش هنا نتيجه لايه نتيجه لان انا بتحكم في كميه السي 2 فانا ممكن اقدر اعمل هايبر او هايبو فنتليشن حتى فانا اثر في كميه السي co 2 واعمل كوريكشن للـ اتش بتاعتي طيب هن الكلام ده هناخده بالتفصيل امتى في موديول بتاعنا بتاع اليوروجينيتال طيب في ايه تاني قال لي هيلب الفينوس ريتيرن ده احنا لسه واخدين السيركيوليشن او سي في اس الموديول بتاعنا وقلنا من الحاجات اللي بتساعد الفينوس ريتيرن ان انت وانت هنا بتعمل كونتراكشن في العضلات من تحت فتفضل هيلب الفينوس ريتيرن وترجع للكونتراكشن في السكيليت ماسل هيلب الفينوس ريتيرن وترجع البلط في الرايت اتريوم طيب وايه كمان قال لي هنا الريسبيريشن او الريسبيراتوري سيستم اكت لايك ا بامب بتعمل ايه قال لي بتعمل ساكشن لمين قال لي بتعمل ساكشن للبلد عندي فهلب الفينس ريتيرن وهناخدها وهنشوف هنا يعني ايه انها عملت ساكشن والنيجاتيف بريشر ده اللي راح اللي عامل ايه راح ساعد في رجوع اللي هي الدم للرايت اتريم يبقى هنا هيلب الفينس ريتيرن ايه كمان قال لي دي ليها رول في الارتيريال بلاد بريشر ارتيريال بلاد بريشر فاكرين الانجيوتنسين الدوستيرون سيستم ده كان عباره عن ايه قال لي عباره عن ماده بتخرج اللي هي الانجيوتنسينوجين اللي هي بتتكون محتاجه اكتيفيشن عشان تتحول لانجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 1 ده حتى كان ستيل ان اكتيف محتاج يحصل له اكتيفيشن ومن يتحول من انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 طيب فاكرين مين اللي كان بيحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 قال لي انزيم اسمه انجيو angiotensin converting enzyme angiotensin converting enzyme ده اللي كنا بنقول خارج منين قال لي ده هنا خارج من اللنج اثناء مرور البلاد في اللنج اللنج هنا بتطلع angiotensin converting enzyme بيعمل activation للangiotensin 1 يحولها لangiotensin 2 ولو انتوا فاكرين في الفارما كان الangiotensin converting اللي آه هي الangiotensin converting enzyme ده كانوا بيشتغلوا بيه اللي هي دراج كتيره في علاج الهايبرتنشن ان انا اعمل انهيبيشن ليه فقلل من الانجيوتنسين 2 فاتحكم في الارتيريال بلاد بريشر بتاعنا يبقى هنا ريجليت الارتيريال بلاد بريشر ايه كمان قال ده في هنا انتي أنت في ماست سيل موجوده فيها بتطلع الهيبرين وفاكرين الهيبرين اخذناه في البلاد لا ده بتاعي بتاع اللي موجود عندي في جسمي ده اللي هو اللي بيحافظ على اللي هي الفلويدتي بتاعه البلاد بتاعتي فهنا ده خارج منين قال لي اللي هي الماست سيل بتاعتي بتطلع هيبرين طيب في ايه كمان قال لي في حاجتين كمان فوكاليزيشن الكلام اللي احنا عمالين نتكلمه ده عباره عن ايه قال ده ديورنج الاكسبيريشن بيتحرك الفوكال كورد فاحنا بنعتبر ان عمليه السبيكينج دي فولونتري كنترول اوف ريسبيريشن هي عمليه الريسبيريشن دي عمليه انفولونتري لكن اثناء ما انت بتتكلم بتتحكم شويه في خروج الاير فالحركه دي بتاعة التحكم دي اللي هي بتتحرك بيها الفوكال كورد هي دي عمليه الفوكاليزيشن طيب وقال لي اخذنا كمان او هناخد اللي هي عمليه الاولفاكشن ان انت تشم الروائح عن طريق اللي هي الاولفاكتوري ريسبتورز اللي موجوده في النوز طيب في وظيفه للكوندكتنج زون اللي احنا خدناها كوندكتنج زون هنتعرف عليه اللي هي الطريق اللي بمشيه عشان اوصل للنج او للالفيولاي فهتعرف عليها وليها وظيفه طيب قال لي في بعض الفولاتايل اويلز الحاجات اللي هي الطيارة اللي ممكن الجسم يتخلص منها زي الحاجات اللي هي لايك الالكحول او الايثر ده بيعمل لها اكسكريشن يبقى خدنا كام وظيفة اللي هي ريسبيراتري فانكشن للريسبيراتري سيستم خدنا حاجات ريليتد للريجيوليشن زي مين ريجيوليت التمبريتشر وريجيوليت الووتر بالانس وريجيوليت البي اتش ولو حبيت احط معاهم ريجيوليشن لمين ريجيوليشن للارتيريال بلاد بريشر الله يبقى هو ليه رول في حاجات بيعملها ريجيوليشن تمبريتشر ووتر بالانس عمل ريجليشن للبي اتش عمل ايه كمان قلنا اللي ريجليشن للارتيريال بلاد بريشر طيب هيلب مين قال هيلب ريتيرن وهتتعرض ليها بالتفصيل لما تعرف الميكانيزم بتاع الاسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن وتعرف ان هو اكت لايك سكشن بيساعد على رجوع الدم طيب بيخرج ايه كمان مادة الهيبرين اللي هي بتعتبر انتي كواجلنت يخرج ايه؟ خرج الانزيم هنا اللي هي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم فعشان كده بقى ليه رول في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر بعد كده بنقول اللي هي الفوكالايزيشن والاذر لايك like olfaction اند اللي هي الاكسكريشن اوف الفولاتايل سابستنس لايك الالكوهول اند الايثر. طيب نبص على الريسبيراتري سيستم وانت هتاخده بالتفصيل في الهيستولوجي احنا هنا هنقول في حاجه نقول ان احنا هنقسمه الابر ريسبيراتري تراكت lower ريسبيراتري تراكت ابر ريسبيراتري تراكت اللي هي مين نيزل كافيتي والفارينكس الفارينكس ده الكومن باسج واي بتوين الريسبيراتري سيستم اند الديجستيف سيستم وفي عندي اللي هي اللارينكس طيب اللور ريسبيراتوري تراكت بتبتدي منين اللي هي بتبتدي من التراكيه وبعد كده البرونكاي وبعد كده في برونكيولز لحد ما اوصل للالفيولاي يبقى من اول هنا التراكيه ببتدي ده اللور ريسبيراتوري تراكت طيب الطريق ده بتاعي اللي هو الريسبيراتوري سيستم كله سواء ابر اند لور ريسبيراتوري تراكت في حاجات بتميزه وانت هتاخدها بالتفصيل في الهيستولوجي قال لي خلي بالك ان انت دايما الوول اوف التراكيه والبرونكاي فيهم ايه قال لي فيهم كارت كارتريج كده عامله رينج بالظبط كده قال لي هنا دي بتعمل ايه قال لي هي شكلها دي السلندر بتعمل سبورت للتراكية وسبورت للبرونكاي بتخليهم دايما مفتوحين بحيث ان الريسبيراتوري سيستم ده يفضل اولويز ايه اولويز اوبن ما بينفعش يقفل طيب طول ما انت نازل لتحت دي تراكية وادي برونكاي وبدات اللي هي في البرونكيول اما ابتدي في البرونكيول هنا بيبقى الحدود بتاعتي اللي بتخلص فيها اللي هي الكارتريج يبقى اول اير واي برانش ما فيهوش كارتريج موجود عندي اللي هو البرونكيولز البرونكيولز تفضل تتفرع ويحصل لها برضو اللي هي ايه اللي هي ديفيجن لحد ما توصل للجزء اللي بسميه تيرمينال برونكيول وبعد التيرمينال برونكيول بتبتدي تظهر الالفيولاي اللي هي الساك اللي بنعمل عندها الجاز اكسشينج بدايه ظهور الالفيولاي بيظهر في برونكيولز بنسميها كلمه ريسبيراتوري برونكيولز كل ما تنزل من فوق من التراكيه للبرونكاي الكارتليج بتبتدي تقل وفي نفس الوقت مين اللي بيزيد السموث اللي ماسل كل ما هنا من التراكية اللي, اللي هي البرونكيولز بيبتدي يزيد السموث ماسل يعني انا فوق عندي كارتليج كتير وسموث ماسل قليله لما انزل تحت اختفت الكارتليج وزادت السموث ماسل فبقى عندي البرونكيولز هي اول مكان ما فيهوش كارتليج ويبتدي يزيد فيه اللي هي السموث ماسل البرونكيولز دي تفضل تعمل ديفيجن لما توصل لنهايتها تيرمينال برونكيولز والتيرمينال برونكيولز دي اللي هي نهايه حدود حاجه هسميها الكونتاكتنج ايه؟ هسميها كونتاكتنج زون وبعدين يبتدي تظهر الساج بتاعتي او الالفيولاي اللي هتبتدي بظهورها في الريسبيراتوري برونكيول ابتدي انذر زون بنسميه كلمه ريسبيراتوري زون يبقى عندك شكل الريسبيراتوري تراكت او من اول ما مشيت تراكيه شايف هنا تراكيه دايما يرسم لك عليها الكارتلج اللي هي السلندريكال شيب دي اللي هتحفظ اللي هي التراكيه والبرونكاي هنا ده الاير وي بيتن مفتوح طيب يبتدي تفضل تنقسم 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 كتير لحد ما توصل عندي اللي, اللي هي البرونكيول بنهاية الترمينال برونكيول دي كده نهاية البارت بتاعي اللي بسميه ايه قال بتسميه زون بظهور الساك اللي هي ظهرت دي في الريسبيراتري برونكيولز، ظهورها بيقول لي ان انا دخلت في ايه؟ قال لي دخلت في الريسبيراتري زون، الريسبيراتري زون عباره عن ريسبيراتري برونكيولز والالفيولار ساك اللي موجوده عندي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه فرق بين كلمه كوندكتنج زون وريسبيراتري زون؟ من اسمها كوندكتنج زون يعني جاست فور كوندكشن، كوندكشن اوف ايه؟ قال لي الكوندكشن اوف الاير هوصل الاير من اول ما بدات هنا من من حتى النوز واللي اللي هي النيزر كافيتي فارنكس لانكس لحد فين؟ لحد الريسبيراتري زون. يبقى علشان اوصله لحد الريسبيراتري زون انا هنا عملت جاست كوندكشن للاير فتسمت كلمه ايه؟ قال تسمت اتسمت كلمه كوندكتنج زون كل الاستراكشر ان ويتش الاير باث ثرو ات بي فور قبل بالضبط حدودها عند الريسبيراتري زون حدود الريسبيراتري زون هي مين اللي ظهور ساك في الريسبيراتري برونكيولز طيب مشيت الاير من اول ما دخل دخل نيزال كافيتي او النوز وبعدين فارنكس لارنكس تراكية برونكاي برونكيولز تيرمينال برونكيولز انا كل ده ما فيش جاز اكستشينج كل ده بسميه كلمه كونتاكتنج زون وعلشان ما فيهوش جاز اكستشينج الاريا دي او البارت ده بتاع الكونتاكتنج زون ده سميته ايه قال لي سميته ديد سبيس ديد سبيس هو الجزء من respiratory سيستم اللي ما فيهوش جاز exchange ده الوول بتاعته هنا فيري ثيك وول الوول بتاعته ما فيش اي exchange بيتم فيها علشان كده سميناه ديد دي سبيس والديد دي سبيس الفنتليشن في الديد سبيس دي بتعتبر ايه ويستد فنتليشن وده موضوع بناخده فين بناخده في العملي طيب التراكية الواحد عندي كام تراكية؟ واحدة بتبتدي تتقسم لتو برونكاي بعدين اللي هي البرونكاي تبتدي تتقسم لبرونكيولز وهكذا كلمة الانقسام دي او الديفيجن ده او الجينريشن ده قال لي هنا انا الحد اللي هي بدايه الريسبيراتوري برونكيولز او اللي هي بدايه اللي هي الريسبيراتوري زون بيبقى تقريبا انقسمت 16 مره وبعدين الانقسام التالي بيتم سبع مرات يعني كان اللي هي الديفيجن ده تم في صوره ايه او كم مره 23 مره عماله اعمل واتفرع واعمل شبكه كبيره من اللي هي البرونكيولز طيب وظيفة الكوندكتنج زون ده ايه لو انا ما استفدتش منه في الجاز اكستشينج ما انا وظيفتي كريسبيراتوري سيستم اخد اكسجين وأطرد كاربون دايوكسيد انا ما عملتش كده في الكوندكتنج زون قال لك لا بس دي وظيفة مهمة جدا في بداية المحاضرة قلت ايه قلت ما اقدرش اتعامل مع الاير اللي في الاتموسفير ده زي ما هو يعني ايه زي ما هو يعني في جو فيري كولد ما اقدرش اخد الاير اللي فيري كولد ودخله على اللنج على طول في الجو التاني اللي فيري دراي ما اقدرش اخد الدراي اير وادخله على طول في جو فيه داست فيه في بكتيريا فيه وطفر ما اقدرش اخده على اللنج على طول يبقى لازم عندي فتره الكوندكتنج زون انا هنا عملت ترانسبورت اوف اير من الابر اير airway للريسبيراتوري زون جاست ترانسبورت انت نقلته بس قال لك لا مش نقلته بس ده انا نقلته وعملت فيه ايه و وهيميديفايد يعني ايه وورم انا ببتدي هنا بعمل له وورمنج لحد ما يوصل لدرجه حراره 37 درجه وابتدي اعمل له ايه ساتوريشن بالووتر فيبر فخليته في درجه حراره اللي هي قريبه من جسمي خليته اللي هي إيه مويست طيب كمان عملت ايه قال لي إيه؟ عملت له فلتر وكلين مش انا قلت ان انا ما اقدرش اخد الاير من الاتموسفير على طول واروح مدخلاه عندي في الريسبيرتوري زون او ادخلك على اللنج على طول لو دخلتك على اللنج على طول هيكون عندي مشاكل فرحت عاملاه ل خليته وورب خليته مويست او هيميديفايد عملت فيه ايه عملت له فلتر وكلين لاني هبتدي اتعرف على الوول بتاعه الكوندكتنج زون ونقول انه بيبقى فيه سكريت ميوكس كتير الميوكس اللي موجود فيه ده تراب البارتكلز تراب يعني كمصياده للبارتكلز الموجوده او بكتيريا او فيروس او وات وممكن عن طريق السيليا يطردها او بميكانيزم لايك الكافنج او وات ايفر الميوكس والبارتكلز دي قلنا بالسيليا بتتحرك وتطردها لبره وتعمل لها اكسبكتوريشن وتخرجها يبقى تخلصت منها طيب الوول بتاعته شكلها ايه الكاركتر اوف كوندكتنج زون وانت هتاخدها بالتفصيل واحسن من هنا تاخدها في الهيستولوجي مجرد ما تخلص سماع محاضره الفسيولوجي دي وراها هيستولوجي وتحفظه كمان علشان اشوف اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليه بطريقه مبسطه انا هقول لك ان الكوندكتنج زون ده كفسيولوجي بيهمني ان الوول دي ثيك وول ثيك وول فاحنا قلنا منها نو جاز اكسشينج فعشان كده الفنتليشن دي كانت فنتليشن فالبارت بتاع الكوندكتنج زون سميناه ايه قلنا من ديد دي سبيس طيب النو اكسشينج لكن اللي هي اللي قلنا انه مفيد مفيد في ايه قال لي لو بصيت عليه في الهيستولوجي الاقي ان في عندي طبقه من اللي هي او لايند ميوكوزا الميوكوزا دي بتطلع كميه اللي هي الميوكس والميوكس دي قلنا بتعمل ايه قال لي هنا بتعمل ترابنج اللي بكتيريا او فيروس او داست اور واتيفر هي خدتهم بتعمل ايه قال لي هنا في سيليا موجوده السيليا الموجوده دي تبتدي تتحرك وتبتدي تطرد اللي هي او اور وات يبقى انت عندك ايه قال لي احنا لما بندرس بقى وهندرس في الهيستولوجي هيقول لي ان في اللي هي الجوبلت سيل دي جوبلت سيل دي خرجت طبقه الميوكس طبقه الميوكاس دي بتبقى عملت ترابنج اللي اللي هي الفورن بودي اللي موجود وبدات اللي هي السيليا دي هتبتدي تتحرك بنسميها ميوكوسيليري اسكليتور بتبتدي تتحرك بتتحرك بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي شايف الحركه دي ببتدي اطردها دايما لبره علشان اعمل لها ايه قال لي عشان اخرجها واعمل لها اكسبكتوريشن وابقى اتخلصت منها يبقى دي وظيفه ايه ده انت لما شفت ودرست شكل الهيستولوجي بتاعك قدرت تطلع بالوظيفه بتاعت الكونداكتنج زون قال لي غير ان انا عملت مويست وغير ان انا عملت وورمنج للاير اللي داخل فانا عملت له فلتر وكليننج من الدست او فلترته من اي ميكروبس داخله عندي عن طريق طبقه الميوكوزا اللي موجوده وعن طريق السيليا اللي موجوده قال لي طيب ده كمان انتوا بداتوا في الاول تقولوا ان انا في بدايتي من اول اللي هي التراكيه والمين برونكس واللي هي بتدي اللي هي لما انقسم اكتر واكتر انا عندي في البدايه في الكارتلج دي اللي عامله زي شكل الحلقات دي بتضمن لي ان تفضل اللي هي الاير واي بس دي تفضل مفتوحه طيب كل ما بتنزل هنا هنا الطبقه دي كارتريج كتير وسموث مسل قليله، كل ما بنزل واوصل للبرونكيولز كلمه برونكيولز اختفت من عندي اللي هي الكارتريج وزادت السموس ماسل. طيب فائده السموث ماسل ايه اساسا؟ طبعا السموث ماسل هي لما تزيد هتتحكم في الدايمتر بتاعي بتاع البرونكيولز غير كده هي بتعمل بريستاليتيك ويف بتساعد في طرد اللي هي الفورم بارتيكلز، يبقى ده الكاركتر اوف كونتاكتنج زون. شايفين الكوندكتنج زون وجماله لما تدرس كده وتبص في الاناتومي ويقول انا عندي التراكيه هنا موجوده قدام وراها في عندي مين؟ قال لي في وراها اوسوفجس وهنا في اللي وراهم. طيب لو انت بدات تاخد فود وتبلع هيعمل ايه؟ الاسوفجس ده هيكبر هيكبر وممكن يعمل ايه؟ ممكن كان يضغط لو ما عنديش دي اللي قلنا شكل السي شيب كارتل دي كان ممكن الترقية دي تتطبق وتتقفل تماما وما تقدرش ايه تاخد او ما يقدرش يحصل باسج للإير انما انت بتضغط هنا دي الحته هنا دي اللي ما فيهاش كارتلج لان عامله الحلقات اللي احنا بنرسمها سي شيب فهنا عمرها ما تقفل اهي دايما فضلت ايه دايما فضلت مفتوحه او اللي هي ايه فضلت بيتنت حتى مع اللي هي ايه هو في الطبيعي ان ايه الاسوفيجاس ده بيبقى فاضي وبيبقى مقفول وبتبقى التراكيه واخده راحتها طب يحصل ايه لو حصل اللي هي ايه اه نتيجه الباسج اوف فود برضو مش هتقدر تقفل التراكيه تماما طيب نبص هنا بعد ما خلصت رجعت لوضعها اهي اللي هي الكامل يبقى دي فائده اللي هي الكارتريج اللي موجوده في الكونتاكتنج طيب الريسبراتري زون الريسبراتري زون ده خلاص انا عارفه ان في عندي اللي هي الالفيولاي الالفيولاي دي بدايه ظهور الالفيولاي كان فين؟ كان في Respiratory bronchioles، ادي دي هنا ألفيولا يبقى ده Respiratory bronchioles، يبقى هنا من أول ما بدأت تظهر الألفيولاي ده المكان أوف جاز تشينج بتوين الإير أند البلاد، إكستند منين لفين؟ اللي من الريسبيراتوري برونكيول للألفيولار ساك اللي موجودة عندي، يبقى أول مكان ظهرت فيه الألفيولاي كان مين؟ كان الريسبيراتوري برونكيولز. بنهاية التيرمينال برونكيولز دي كده نهاية التيرمينال برونكيولز نهاية الكوندكتنج زون بداية الريسبيراتوري زون بمين اللي بي الريسبيراتوري برونكيولز وبينضم ليهم اللي هي الالفيولار ايه الالفيولار إيه ساك اللي بتبتدي تزيد قال لي فيه هنا بعض اللي هي الخصائص للالفيولاي الالفيولاي دي بقت افشنت في الجاز اكسشينج يعني ايه افشنت هقول لك ده بروفيشنال حد بروفيشنال قوي هي بتعمل جاز اكسشينج بكفاءه عاليه طب ليه؟ هي ربنا خلقها لنا ازاي؟ قال لك بص كده الاول الالفيولاي دي الالفيولار دي لايك اللي هي الهاني كومب زي اللي اه زي اللي هي القرص العسل كده او زي ما بنقول لو شبهناها زي اللي هي عن أيد العنب او اللي هي حبات العنب جنب بعض كده بالتشبيه الاسهل. طيب كل واحده من دول عندي كام واحده؟ قال لك عندك 300 مليون من اللي هي الالفيولاي عامله اللي هي لايك اللي هي الكليسترز الالفيولاي دي الديامتر بتاعها 300 مايكروميتر ان دايمتر الله <مالضيق>. دي دي مساحه كبيره طب وليه ربنا خلقها كده وما خلقهاش اللي هي اللانج ساك واحده بالشكل ده قال لك لا لو ساك واحده بالشكل ده السيرفس بتاع اريا بتاعتها تبقى اقل من شكل الالفيولاي اللي ربنا خلقها لنا كده ليه قال لك لو انت فردت الالفيولاي دي لو خدت الالفيولاي وفردتها تخيل هتعمل ايه الالفيولاي دي قال لي هتغطي دي ملعب التنس تغطي ملعب التنس مساحه سطحها او السيرفس اريا بتاعتها 70 متر مربع يبقى هنا الوان لونج الفيولاي اللي هي اللونج الواحده تقدر تعمل ايه اللي بتغطي ملعب تنس كامل وده اكبر بيولوجيكال ميمبرين عندنا في جسمنا وربنا عمل ايه لما حب ان احنا نبقى عندنا سيرفيس اريا كبيره قال لك لو كنا خالقين الالفيولاي لو كانت اللانج بشكلها فيها سنجل لارج الفيولاي ادي مساحه السطح بتاعتها اهي لكن احنا اتخلقنا ازاي الفيولاي عباره عن حبات كده جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها بتاخد كل واحده وتفردها تفردها تفردها ده انت تعمل ميمبرين الميمبرين غطالي ايه غطالي ملعب تنس في اكبر من برين موجوده عندي في جسمي طيب في ايه تاني قال لك كمان ببص على الفيولاي بلاقيها مويست مويست فيها ايه ادي إيه هنا طبقه خفيفه من الفلويد موجوده عندي الفلويد دي بتعمل ايه هيلب في الجاز اكستشينج دي بتساعد في مرور الجاز بتساعد ان انا اقدر اعمل ايه انا هقدر اخد الاكسجين من الالفيولاي اوديها للبلد وانقل السي او 2 من البلد لفين للالفيولاي عن طريق ايه انها بتدوب الجازز دي فهنا دي مكتوب عندي الاو الاكسجين دي الصلف مش الاكسجين ده كمثال لكن هي الاكسجين عند الكربون دايوكسيد وبالعكس اللي هي اللي هي الذوبان بتاع السي او 2 بيبقى اعلى بكتير كمان من الاكسجين فهنا دي طبقه الفيلم البسيطه الخفيفه دى اللي هي الفيلم اوف فلويد دي بتساعد في ايه اللي بتساعد في إيه؟ الجاز اكس طيب في ايه كمان ربنا خلق لنا بايه؟ قال لك شايف شكل الالفيولاي حواليها ايه؟ قال لي حواليها شبكه من الكابيلرز كتيره جدا، طب وانت بتنقل الجازز بتوين مين ومين؟ قال لي بنقل الجازز بتوين البلاد وبتوين اللي هي الالفيولاي، الاير اللي موجود جوه في الالفيولاي والبلد، يبقى عندي دنس نتورك اوف كابلري الفور اللي هي ايزي جاز انت كل ده بتتكلم في ايه؟ قال لي بتكلم ربنا خلقنا بالفيولاي وبلنج شكلها ايه؟ عشان يخلي اللانج دي افشنت في الجاز اكستشينج اكتشفت انها شكلها العنقودي ده كده بالشكل ده خلى سيرفيس اريا بتاعتها كبيره اكتشفت هنا انها اتغطت بطبقه خفيفه من الفلويد عشان الفلويد دي بتدوب الجازس وهلب ان الاكستشينج ربنا خلقنا بشبكه من الكابيلاريز حواليها علشان تعمل ايه هلب في الجاز اكستشينج كمان ايه قال لي رغم اللي انت شايفه ده كله ان انما هي الممبرين بتاعي يعني ايه الممبرين قال لي دي الفيولاي ودي شكل البلمونري كابيلاري المسافة اللي الاير هيمشي فيها او الاكسجين او الجاز استعديها من الالفيولاي للبلد والسي او 2 من البلد للالفيولاي مسافة صغيرة جدا المسافة دي عبارة عن ايه قال لي دي عبارة عن تكوين او البارت بتاع الالفيولاي وتكوين البلمونري كابيلاري طيب هي الالفيولاي لما تبص عليها وتدرسها في الهيستولوجي بتلاقيها عباره عن ايه قال لي هنا الالفيولاي عباره عن اللي هي السيل فيها نوعين من السيل فيها تايب 1 الفيولار سيل اللي هي الفلات ابيثيليال سيلز اللي موجوده في الالفيولاي فيها تايب 2 الفيولار سيل دي هنا مهمه جدا وبندرسها بنقول ان هي بتنتج ماده اسمها سيرفاكتانت سيرفاكتانت يعني ايه سيرفاكتانت قال لي مش انت لسه من شويه بتقول لي ان الليير بتاعتي او الالفيولاي كفرد كافرد هيب ثين فيلم او في الفلويد فلويد قليله جدا وجود الووتر او الفلويد ده بيعمل حاجة هتعرف عليها اسمها سيرفيس تنشن سيرفيس تنشن تجاذب بين جزيئات الووتر اللي موجودة كانت ممكن تخلي الالفيولاي اللي مفتوحة قدامك دي تبقى collapsed. لكن ربنا خلق لها جوه هنا في السيل بتاعتها تطلع مادة اسمها السيرفاكتانت مولوكيول اللي يعمل ايه اللي يفصل التجاذب بين الووتر ده ويقلل السيرفيس تنشن فيخليها اولوز ايه بيتنت ومفتوحة طيب في ايه كمان في الوول قال لي في الول في الخلية المهمة دي اللي بنسميها الماكروفيجس ماكروفيجس او اللي هي سيل اللي هي بتعمل سايتوز للفورين بارتكل طيب هل دول كلهم ده كده تحت الميكروسكوب بشوفها بلاقيها فيري ثيك قال لي لا ده فيري ثين والمسافة اللي هي اللي بينهم دول ما تتعداش نص مايكرون يبقى انت هنا المسافة اللي أنا بعديها ما بين الالفيولاي وما بين البلموناري كابيلاري دي فيري ثين التو بارير اللي موجودين عندي اللي هي البارير بتاع الالفيولار سيل والبارير بتاع البلموناري كابيلاري ده ميمبرين رقيق جدا فبالتالي هيلب ايه قال لي هيلب الجاز اكسشينج او اللي هي الجاز ايه اللي هي مرور الجازز بتوين الالفيولاي وبتوين الكابيلاريز اكسجين راح من الالفيولاي دخل للبلاد سي او من البلاد راح للي هي الالفيولاي انا اشترطت ان انا لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي لاير اوف الفلويد موجوده، اللاير اوف فلويد دي هيلب الجاز اكستشينج، طيب قال لي وبما ان في لاير اوف فلويد هتبقى موجوده هنا فلازم يكون في الفيولار سيل موجوده تطلع لي ماده اسمها السيرفاكتانت لان اللاير اوف فلويد دي ممكن ايه نتيجه للسرفيس تنشن العالي اللي فيها تعمل كولابس في الالفيولاي، فالسرفاكتانت ده قلل من السرفيس تنشن اللي موجود في اللاير It would be طيب يبقى ده الشكل اللي انت شفته ادي اللي هي تايب 2 الفيولار سيل ادي اللي هي ريليز ايه وتحفظها دي مهمه جدا دي اللي بتطلع السرفاكتنت طيب ادي اللي هي اللاير بتاعتي بتاعه الفلويد طيب تعال نبص للممبرين لو حب الاكسجين ديفيوز من الالفيولاي للكابيلاري ايه اللاير اللي, اللي هيعديها ولازم تحط في بالك ان اللاير دي اللاير كلها على بعضها ده باسمه ريسبيراتوري ممبرين وده فيري فيري ثين ممبرين بدايته منين لو انا هتكلم من جوه من عند الالفيولاي هنا من عند الالفيولاي في لير لير من الفلويد لايننج الالفيولاي دي اول واحده وبعدين في الالفيولار ايبيثيريال سيلز ادي الالفيولار ايبيثيريال سيلز في اللي هي الفلات الالفيولار ايبيثيريال سيلز اللي هي عباره عن تايب 2 تايب 1 الالفيولار سيل وفي تايب 2 الالفيولار سيل اللي هي سكريت السرفاكتنت طيب ومين ده قال لي ده الايبيثيليال بيزمنت ميمبرين ده موجود يبقى اللي هي اللاير بتاعه الالفيولاي خلصت عباره عن ايه عباره عن ثين لاير اوف الفلويد لايننج الالفيولاي لاير اوف الالفيولار إيبيثيليم في هنا الايبيثيليال بيزمنت ميمبرين طيب خرجت من الميمبرين بتاع الالفيولاي في ايه قال لي في الانترستيشال سبيس فيري فيري ثين انترستيشال سبيس هتدخل فين اللي الكابيلاري يبقى الكابيلاري فيه إيه؟ اللي فيه الكابيلاري بيزمنت ميمبرين والكابيلاري دي لايند باي ايه اندوثيليال سيل اوف كابيلاري ده على بعضه اسمه كلمه ايه قال لي ده اسمه ريسبيراتوري ميمبرين ريسبيراتوري ميمبرين الميمبرين اللي بيحصل عنده الجاز اكسشينج بتوين اللي هي البلاط وبتوين الالفيولاي مين التو بارير عندي اللي هي الميمبرين بتاع مين الميمبرين بتاعه الالفيولاي والميمبرين بتاع الكابيلاري الكابيلاري الالفيولاي لايند بايه لو بصيت عليها من جوه هنا في الالفيولاي هبص الاقي في الفلويد فيلم ده اللي البسيط ده وبعديه اللي هي الالفيولار ايبيثيليال سيلز وادي اللي هي الايبيثيليال بيزمنت ميمبرين طيب ده البيزمنت ميمبرين بتاع الالفيولاي وده الكابيلاري بيزمنت ميمبرين بينهم السبيس البسيط ده اللي هو مين الانترستيتيال سبيس وبعدين هنا دي الكابيلاري لايند باي ايه لايند باي الاندوثيليال سيل اوف كابلاري. الممبرين ده او السيرفيس اريا بتاعتي بتاعته عاليه جدا كبيره جدا قلنا 70 متر مربع ده السيرفيس اريا طب والممبرين ده فيري ايه فيري ثين ممبرين وكل الحاجات دي هيلب ان الجاز اكستشينج قال لك شايف اللنج الجميلة بتاعتك دي لما بتبتدي تدخن او اللي الشخص اللي بيدخن بيعمل ايه في اللنج بتاعته قال لي بيعمل ايه قال لي فاكر اللي هي السيليا اللي كان موجوده اللي احنا سميناها السكليت الطارد اللي بتطلع الفورين بارتكل وتتخلص منها مجرد سيجاره واحده ممكن تعمل ايموبلايزيشن للسيليا دي لمده ساعات فهنا بيعمل إيه اللي هي ده بيعمل ايه باراليسيز للسيليا عشان كده تلاقوا الناس المدخنين في هاير انسيدنس اللي هي الانفكشن عن الناس العاديين لان السيليا دي اللى بتطرد لك الدست والبارتكل والفورم بادز الموجوده والبكتيريا والواتفر فبتساعد انها تقلل من الانفكشن قال لك مش السيليا بس ده انت كمان ممكن بيحصل ايه قال لي كمان بيحصل انجري للالفيولار ماكروفيجس فاكرين لما بصينا على الالفيولاي قلنا فيها تايب 1 الفيولار سيل تايب 2 الفيولار سيل وكان في هنا ماكروفيجس كبيره بتعمل فاجوسايتوز للفورين بارتكلز ده السيجريت سموكينج بيعمل انجري للماكروفيجس ده مش بس كده ده الناس اللي بتدخن شفتوا الالفيولاي اللي موجوده في اللنج الالفيولاي الجميله الكتيره اللي عامله سيرفيس اريا كبير قال لك ده بيعمل ايه السموك بيعمل ديستروي للالفيولاي فده بي ايه قال لي بيقلل السيرفيس اريا فور جاز اكسشينج يعني اللي هي الناس اللي بتدخن بتدمر الرئه بتاعتها بدايه من مجرد ان انت هنا تعمل باراليسيس للسيليا اللي موجوده فده يخلي الشخص اللي هو بيدخن عرضه للي هي الانفكشن كتير ده انت كمان عملت الماكروفيجس اللي هي خط الدفاع ضد الفورم بادس انت عملت فيها انجري ده انت كمان عملت ايه سيجرت سموكينج قلل من او عمل ديستراكشن للالفيولاي قلل من السيرفيس اريا بتاعتنا فهي ده كل ده هنا افكت للسموكينج وده كنا لازم نقوله لكم علشان الناس اللي 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 الشباب اللي بيدخن والشباب اللي بتستهون باللي هي السيجرت سموكينج لا ده من اخطر الحاجات طيب نبتدي نشوف الفاكتور افكتنج الدايمتر اوف البرونكاي البرونكاي دي قال لي احنا مجرد ما بنقول كلمة برونكاي معناها ان انا بدأ يقل عندي الكارتريج لير وبدأ يزيد عندي اللي هي السموس مصل طيب السموس مصل دي هتتحكم في ايه قال لي مصل بتتحكم في الدياميتر بتاعة اللي هي البرونكاي فانا بيبقى في نورمال برونكيال تون ده هنا النورمال اير وي وده الباتنسي بتاعه يا يعني اما في يحصل فيه برونكو دايليشن بتزيد او ان هي تبقى برونكو طيب عايزين نشوف الحاجات اللي تعمل برونكو والحاجات اللي تعمل برونكو كونستريكشن اللي يعمل برونكو دايلاتيشن فاكرين لما كنا نتكلم عن السيمباساتيك نيرفوس سيستم السيمباساتيك اللي انت فايت او فلايت انت هنا محتاج مور الاكسجين يدخل للسيل اللي اكتف اللي ديورنج الاكسرسايز اللي ديورنج الاستريس اللي ديورنج المجهود او وات ايفر فانت بتعمل ايه؟ كنا بنقول فيه برونكو دايليتيشن طب البرونكو دايلتيشن نتيجه للريليز اوف ايه؟ قال لي هنا ريليز اوف النور اي بي نفرين نور إيبي بيشتغل على ايه؟ على اللي هي البيتا 2 اللي هي بنسميهم الجروب بتاعنا بيتا 2 أجنست طيب في ايه كمان؟ قال لي في حاجات نون كولينرجيك ونون ادرينرجيك زي مين؟ زي الفي اي بي اللي هي الفازو اكتف انتستاينال بيبتايد بيعمل برونكو ديليتيشن. قال لي وفي حاجة جديدة عليك ممكن تشوفها هنا كلمة long إيه قال لي long extension يعني إيه long اكسبانشن قال لك ان انا اعمل تراكشن للوول بتاعه الاير وبي فيزيد الديامتر بتاعها والتراكشن ده نتيجه لايه قال لي في اللي هي الستيك تيشو او الستيك فايبرز اللي موجوده في اللنج لانج بارينكما اللانج بارينكما اللي هي اللانج اه تيشو بتاعتي الستيك تيشو دي مع الانسبيريشن لما ابتدي اعمل انسبيريشن اشد عليها فتبتدي تفتح في اللي هي البرونكيولز عندي فهنا ده هيلب الايه هيلب الديلاتيشن اوف البرونكيولز شايفين لو حبينا نمثلها فيه هنا اليلاستيك فايبر كده اللي موجوده في التيشو بتاعه اللنج نفسها الحركه بتاعتي بتاعه الانسبيريشن تبتدي تفتح اللي هي البرونكيولز تعمل برونكو دايليتيشن يبقى ايه الحاجات اللي عملت برونكو دايليتيشن ومنساش انا فاكر من لما درسنا الاوتونوميك ان كان السمباثيك هو اللي بيعمل ايه بيعمل برونكو دايليتيشن لان في السمباثيك اللي شغال مع الاكسرسايز او السمباثيك اللي مع الفايتنج او الفلايت او وات ايفر ده انا محتاجه كميه اير تدخل اكتر محتاجه اكسجين للتيشو اكتر فده البرونكو دايلاتيشن يبقى احط مين احط النور ابينفرين او احط الحاجات اللي هي البيتا 2 اجونست ده اللي احنا بنحطه طب ونحط معاهم مين حاجات نون كولينرجيك نان ادرينرجيك لايك الفي اي بي طيب وزود عليا مين اللانج اكسبانشن وفهمت ان اللونج لما تاخدها في الاستولوجي في الاستيك تشو او الاستيك فايبر الاستيك فايبر دي بتعمل ايه اللي بتعمل تراكشن ريديال تراكشن على اللي هي الاير واي فبتعمل ايه بتزود من الديامتر بتاعتها طيب اللي عكس على طول هو مين شفت من البرونكو ديلاتيشن اروح للبرونكو كونستريكشن يبقى اللي عكس السمباثاتيك البرا الباراسمباثاتيك يعمل ايه يعمل برونكو <applause> كونستريكشن طيب والباراسمبثاتيك ده كان بيطلع ايه لو فاكرين ده بيطلع ستايل كولين اللي هو بيستيميوليت الماسكارينيك ريسبتور طيب اللي هي ده عن طريق مين اللي هي النيرف احنا فاكرين ده الفيجاس طيب في ايه كمان قال لي في مواد لايك like. مين قال لي لايك like اللي هي الليكوترينز الليكوترينز اللي بتطلع اثناء الانفلاميشن الهيستامين اللي بيخرج اثناء حالات اللي هي الالرجي فالاثنين دول بيعملوا ايه بيعملوا فازو كونستريق. اللي هي برونكو كونستريكشن يعملوا برونكو كونستريكشن شايف برونكو كونستريكشن ده انا ضيقت الممر بتاع الاير بتاعي عشان كده تلاقوا الناس تبتدي تحس ايه اللي هم الجماعه بتوع البرونكيال ازمه مش قادر ياخد نفسه فمين اللي بيعمل اللي بيعمل برونكو كونستريكشن ده اللي هو اللي احنا عندنا في الفسيولوجي اللي هو العكس سيمباثيك بالمسكارينيك ريسبتور ده اللي هو الايه اللي موجود عندي او بوصل البارا بيوصل ازاي للبرونكيولز بالفيجاس طيب في مين كمان قال لي المواد اللي بتطلع من الانفلاميشن الليكوترينز تعمل ليا اللي برونكو طيب ومين قال لي والهيستامين اللي خارج من الماست سيل نتيجه للالرجي يعمل برونكو كونستريكشن فالشخص يبتدي اللي يحس باعراض او اللي صعوبه في التنفس قال لي في حاجه جميله جدا لازم تاخد بالك منها السي او تو سي او تو تنشن سي او تو تنشن لو انا ببسطها لك في بدايه اللي هي الموديول كده عشان تفهمها اللي هي السي او تو لو زاد او قل عندي في جسمي طب لو انت متخيل لما يقل السي او تو في جسمي يا ترى يعمل برونكو كونستريكشن ولا برونكو دايلاتيشن فكر فيها كده انت عندك ايه اللي عندي سي او 2 بدا يقل سي او 2 قليل بفقد سي او 2 معناه ان انا داخل في ايه مع الكالوزس وهعمل مشاكل يبقى تخيل لما يقل السي او 2 فجاه بتلاقي فيه برونكو آه كونستريكشن برونكو كونستريكشن هنا اللو سي او 2 اشتغل على مين قال لي اشتغل دايركت على السموث ماسل اللي موجوده عندي في البرونكيولز عمل ايه قال لي راح قافلها يعني انا ما تدخلتش بالاوتونوميك نيرفس سيستم ما دخلتش حد معايا طيب ليه قال لي هنا انت نتيجه لو كان في هايبر فنتليشن انت عمال تفقد سي او 2 فكميه السي او 2 بتاعتي قلت فانا هبتدي ادخل في مشاكل والكالوزس فانا رحت قافل مر هنا ورحت عامل برونك كونستريكشن عشان اجبرك على انك توقف الفقد في السي او 2 واحتفظ بيه في جسمي علشان اوقف اللي انت الغلط اللي بيحصل، الغلط ان انت بتبتدي تقلل السي او 2 هتدخلنا في مشاكل فانا عملت لك ايه؟ مش انت عمال تخرج السي او 2 فالسي او 2 نفسه بالافكت نتيجه لانه قال بيعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن باي دايركت افكت على السموث ماسل اللي موجوده في البرونكيولز فيروح ايه؟ راح قافلها. دي بنقول ان ليه عمل برونكو كونستريكشن بدايركت افكت من غير الاستعانه لا بسمبثاتك ولا بارا سمبثاتك. طيب قال لي هنا النتيجه إن انا عندي البرونكيولز فيها سموث ماسل والسموث ماسل دي حاجه ليها تون. وهناخدها ان شاء الله لما نتكلم عن السموث ماسل بالتفصيل في الجي اي تي. آه طيب. يعني ايه تون تون يعني ان هي يبقى ليها شوية مينيمال كونتراكشن كده وقفلة التون ده ممكن يزيد فتلاقيه قفل قوي الايروي او ممكن يقل فيوسع شوية يبقى كلمة اللي هي البرونكيال ايه برونكيال تون قال لي البرونكيال تون ده بيقدر حاجة اسمها السيركاديان ريزم يعني ايه كلمة السيركاديان ريزم علاقة الاكتيفيتي اللي موجودة في جسمي بالليل والنهار وبالساعة البيولوجية بتاعتنا انت بالليل بتنام وهنا لما ببقى في بيبقى البروسمبساتيك شغال عالي لما البروسمبساتيك يشتغل عالي يعمل ايه البروسمبساتيك بيعمل ايه بيعمل برونكو كونستريكشن فقال لك بدأنا نلاحظ ان هي الماركت او ماكسيموم كونستريكشن في حوالي الساعة 6 صباحا كده طيب والماكسيمم دايليتيشن امتى في حوالي اللي هي 6 مساء مع الاكتيفيتي طول النهار وتاثير السمباثاتيك عندنا اللي هو بيبقى اكتيف قوي فبيبقى في ايه اللي هي ماكسيمم دايليتيشن وهنا مع السليب ومع الباراسمباثيك العالي يبقى ايه ماكسيمم كونستريكشن طيب قال لي طب انا استفدت بايه من المعلومه دي قال لك لا المعلومه دي خطيره جدا ليه قال لك الناس اللي عندها البرونكيا الازمه الازمات دي بتقوم من اللي هي او الاتاك دي بيحصل لهم في نهايه الليل او في بدايه النهار اللي early morning قوي نتيجه للاكتيفيتي العاليه اللي هي بتاعه الباراسمباثيك فيظهر عندهم اللي هي الأتاك يبقى هم عرض للاتاك في الفترات دي فانت استفدت كده ان هو لما بيبقى نايم هنا ده اللي هي نتيجه للباراسمباثيك واللي هي البرونكوس باس وهو شخص كمان ازماتيك فالبرونكيا الازمه تبقى اكتر اللي هي الاعراض بتاعتها دايما تيجي او لو اللي عندهم اطفال او اللي هي في الناس اللي هي اللي عندهم ازمه يبقى عارف ان هو محضر اللي هي الحاجات بتاعته اللي بياخدها لان عارف ان بيجيله اتاك في الايرلي مورنينج او في نهايه الليل في في نهايه الليل مع الليل اللي هي السليب طيب قال لي في احيانا لما تتعرض فجاه لجو برد انت كنت في البيت في جو دافي وفجاه تتعرض لبرد فتحس اللي حصل ايه حاجه اسمها برونكوسبازم راحت من راحة اللي هي فجاه في اللي هي كونتراكشن هنا في اللي هي السموث ماسل بتاعه البرونكيولز وقفلت مره واحده اللي هي حصل اللي هي تايتنس في المصل طيب هنا البرونكوسبازم ده الحاجه اللي هي ممكن تحصل عادي اللي هي الكولينج اوف اللي هي الاير وي انت اللي هي الهواء البارد او ممكن يكون ايه قال لي ممكن تكون ده اريتيشن مثلا نتيجه في وفي اللي هي الليكوترينز خرجت اللي هي بكميات كتير عملت اللي هي الايريتيشن ده فالليكوترينز راحت عاملة ايه قال لي راحت عاملة اللي هي البرونكو آه برونكوسبازم فجأة طيب قال لي ممكن يكون الشخص عنده ديفيشنسي في الفي اي بي هو الفي اي بي ده ايه ده الفي اي بي ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي نون كولينرجيك نون ادرينرجيك ده اللي هو الفازو اكتف انتستينال بيبتايد ده اللي كان بيعمل ايه بيعمل برونكو دايلاتيشن في غيابه ممكن اتعرض لاتاك من البرونكو سبيس فبيقول لي في بعض الحالات اللي بيحصل فيها ريفلكس برونكو سبيس ريفلكس برونكو من نتيجه ايه في واحد عنده انفلاميشن في زياده في الليكوترينز اتعرضت فجاه او خرجت فجاه في الكولينج اير فبدأ يعمل برونكو سبازم. او الناس اللي عندها الفي اي بي ديفيشنسي آه المحاضرة دي كانت مجرد اللي هي انترودكشن للريسبيراتوري سيستم وان شاء الله هكمل معاكم بقية المحاضرات الناقصة سلام عليكم